بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 57 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا وإياكم والجميع بهذا اللقاء. أستهل هذا اللقاء بهذا السؤال الذي ورد من أحد الأخوة، رمز لاسمه بصالح محمد من جدة، يقول: قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يسأل الأخ بارك الله فيكم عن لباس التقوى، ما هو وما هي هذه الآية، بمن نزلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبليس مع آدم، أغراه زوجه بالأكل من الشجرة ليبدي لهما ما غوري عنهما من سواتهما، هذا غرض الشيطان، كشف العورات. ولا يزال الشيطان مع بني آدم يحاول العري والتفسخ وهتك الحجاب، هذا عمل الشيطان مع بني آدم بعد أبويهم عليهم الصلاة والسلام. الله جل وعلا حذرنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، هذا غرضه الخبيث. الله يحذرنا أن نطيع الشيطان في العري والسهور والتهتك وخلع الحجاب للنساء، هذا ما يدعو إليه الشيطان وأعوان الشيطان الآن يدعون إلى هذا. ثم ذكر سبحانه وتعالى صنيع أهل الجاهلية، أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف بثوب عصينا الله فيه. فإذا لم يجد أحدهم من يعطيه ثوبا من أهل مكة، من الحمص، يسمونهم الحمص وهم أهل مكة، إذا لم يجد ثوبا أو من يعطيه ثوبا فإنه يتعرى ويطوف عريان والعياذ بالله. الله جل وعلا قال: وإذا فعلوا فاحشة، يعني كشف العورة، قالوا: عوجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فسمى كشف العورة فحشاء لأنها تجر إلى هتك الأعراض وإلى الزنا واللواط وغير ذلك. جعل الله هذا الستر حجابا ساترا للأنظار، فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط، يعني العدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ثم قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والزينة المراد بها هنا ستر العورة، ولذلك قال العلماء: يشترط لصحة الصلاة ستر العورة، فهو من شروط صحة الصلاة للرجل والمرأة. لا تصح الصلاة مع انكشاف العورة أو شيء منها متعمدا وعالما بذلك، لا بد من ستر العورة في الصلاة خاصة وفي سائر الأحوال عامة عن الرجال. ثم قال جل وعلا ممتنا على عباده: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا من نعم الله أنه أنزل علينا، أي أنه أوجد لنا اللباس الذي ينسج لنا من الصوف ومن القطن ومن مما خلقه الله سبحانه وتعالى. يواري سوآتكم، أي يغطي عوراتكم. ثم لما نبه على أخذ اللباس الحسي في الصلاة، نبه على أخذ اللباس المعنوي: ولباس التقوى ذلك خير. كما أنك تستر عورتك الحسية بالثياب، تستر ذنوبك ومعاصيك
بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تنستر بستر الله ولا تفرح نفسك، ولباس التقوى ذلك خير. والتقوى هي تجنب محارم الله سبحانه وتعالى وفعل ما أوجب الله. التقوى هي فعل أوامر الله وترك ما نهى الله عنه، خوفا من الله وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى. وهذا خير من اللباس الحسي اللي هو الثياب، خير من اللباس الحسي، وإن كان كل منهما مطلوبا. ولهذا يقال إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. الإنسان لو عليه ثياب ولو ساتر عورته، إذا لم يتق الله فإنه يتقلب عريانا من التقوى. نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: كيف أحقق التقوى في عملي وفي مالي، وأحقق البركة في مالي؟ بارك الله. تخاف الله عز وجل، حققها بالخوف من الله وفعل أوامره وترك نواهيه. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله، يقول: كيف يكون الصبر عند الابتلاء والمصائب؟ يكون الصبر بحبس النفس عن الجزع والتشكي واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. عند الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن النياحة، وحبس اليد عن اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب ودعوى الجاهلية. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى السائل أبو عمر من الرياض، يقول: لي أخ كثير الحلف بالطلاق وكثيرا ما نصحناه، هل يأثم بذلك وماذا على زوجته؟ يأثم بذلك، وأما من جهت زوجته فلا بد من سؤال القاضي عندكم في المحكمة، أو أن يأتي نفس هذا الرجل يأتي ويسأل دار الإفتاء، يسأل العلماء في دار الإفتاء. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يحق للقاضي أن يطلق الزوجة دون حضور الزوج؟ إذا استدعى الأمر ذلك فالقاضي ينوب مناب الممتنع، إذا امتنع من تطليق أو عليها ضرر من ذلك أبى أن يطلقها، إذا كان غائبا يكتب الطلاق ويرسله بورقة، وإن كان حاضرا طلقها شفويا، وأيضا يوثق هذا الطلاق إما عند القاضي وإما عند أحد العلماء. فإذا أبى وعليها ضرر وطالبت بحقها فالقاضي افسخها منه إزالة للضرر عنها، وهو ينوب عن الممتنع. نعم، أحسن الله إليكم. أبو نواف يسأل من الرياض، يسأل عن شخص أفطر في رمضان متعمد وأحيانا جاهل، ما الحكم في ذلك؟ لابد من القضاء مع التوبة إلى الله عز وجل، والجهل لا يسقط الواجب. الصيام واجب، ركن من أركان الإسلام، لا يسقطه الجهل والنسيان. عليه أن يتوب إلى الله من التعمد، وعليه أن يقضي عن الجهل والنسيان مع القضاء. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: عندي مزرعة فيها أشجار ونخيل، هل يجوز أن تؤجر لمدة معلومة متفق عليها وبمبلغ معلوم؟ لا بأس بذلك، أن تؤجر الأرض للزراعة، تؤجر الأشجار للاستثمار، نعم، مدة معلومة. نعم. بالنسبة للزكاة يقول: زكاة لمن يملك الثمر، الزكاة على من يملك الثمرة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا عبد الله من القوعية يسأل، يقول: عندي مبلغ من المال جمعته من رواتبي ومن بعض المحسنين من صدقة وزكاة وغيره، وذلك بغرض الزواج، هل إذا حال عليه الحول عليه زكاة؟ نعم، لابد، إذا حال عليه الحول وهو في ملكك ويبلغ النصاب فأكثر فإنها تجب فيه الزكاة، ولو كنت تريده للزواج أو لغيره من حاجات. نعم، أحسن الله إليكم. سائل آخر أبو محمد من القصيم يقول: أنا أخصص يوم الجمعة أزور قبر والدي أو أحدهما، هل هذا العمل صحيح؟ لأنني سمعت حديث من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب بارا. ما سمعنا هذا الحديث ولا قرأناه، ولكن زيارة الأموات مشروعة، لا سيما زيارة الوالدين والأقارب للدعاء لهما والاستغفار لهما والاعتبار بأحوال الأموات، مشروعة هذه الزيارة، ولا تحدد بيوم، لا بيوم الجمعة ولا بغيرها، هذا حسب الظروف والإمكان. نعم، أحسن الله إليكم. المستمع عبد الله الباهلي من المجمع يقول: ما هي أنواع القروض المتوافقة مع الشريعة، وما المقصود بحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ القروض المتوافقة مع الشريعة هي القروض الحسنة التي لا يرجى منها إلا الأجر والثواب من الله، بأن تقرض أخاك مبلغا من المال ليقضي به حاجته ثم يرد بدله، هذا هو القرض الحسن، وفيه الأجر من الله وفيه الإحسان إلى أخيك. نعم، وحديث كل قرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا مجمع عليه حديث، وإن كان فيه ضعف لكن الإجماع على هذا، أن القرض الاستثماري أنه ربا عند العلماء كلهم مع الحديث، فلا يجوز يعني القرض الاستثماري، إنما
القرض الحسن الذي لا يستثمر وإنما يدفع حاجة أخيك ثم يرد عليك مالك. نعم. سؤاله الأخير يقول: من ابتلي بمال ربوي كيف يتصرف فيه ويرتاح منه ويتخلص؟ إذا تاب إلى الله عز وجل من الربا وكان عنده أموال من الربا يتخلص منها بوضعها بمشروع عام من المشاريع العامة التي تنفع المجتمع أو تنفع المحتاجين، لأنه كالمال الضائع الذي ليس له مالك يصرف في مصالح المسلمين. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل يقول: بعض المصلين وهو يصلي بجوارك تسمع قراءته السرية وكذلك دعاءه وتسبيحه بصوت واضح ومرتفع مما يسبب تشويش على من حوله ويفقد الخشوع بالصلاة للآخرين، ما توجيهكم لذلك؟ نعم، ننصح لهؤلاء الذين يجهرون بالدعاء أو بالقراءة ويشوشون على من بجوارهم أن يتركوا هذه العادة وأن يسروا القراءة، يسروا الدعاء بدون رفع صوت يسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. خرج على الصحابة وهم يتهجدون ويقرؤون جهرا، قال: لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو معاذ من الدمام يقول: من كثرت عليه الوساوس ماذا يلزمه، وخاصة في أمور العبادة وكذلك عن حديث النفس في أمور التوحيد؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يكثر من الاستعاذة بالله، كل ما أحس بشيء إنه يستعيذ بالله من الشيطان ويذهب عنه بإذن الله. هذا شيء. الشيء الثاني إنه لا يلتفت للوساوس، يتركها ولا تهمه ولا يلتفت إليها ولا تضره إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل تقضى صلاة سنة الضحى إذا فاتت؟ ما تفوت صلاة الضحى، وقتها موسع من ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر، توسط الشمس في كبد السماء، فلا تفوت. لكن لو قدر أن زالت الشمس ولم يصليها فاتت، لا تقضى، سنة فات محلها. سؤاله الآخر يقول: هل وضع الشماغ أو الغترة على الأرض إذا سجد المصلي يجوز؟ يجوز، لا سيما إذا احتاج إلى هذا بأن تكون الأرض حارة أو عليها شوك أو حصى أو فيها رائحة لا يرغبها، لا مانع، إذا كان لحاجة فلا بأس ولا كراهة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: والدتي تنهاني وتأمرني بعدم زيارة والدي أو زوجته الثانية، وإنها غاضبة من ذلك، وأخاف أن أقطع على والدي فيصبح ذلك من العقوق، فهل أنا آثمة بذلك، وما هي نصيحتكم؟ نصيحتنا أن تنصحوا والدتكم وتبينون لها أنه لا تجوز القطيعة، وأنه لا يجوز لها أن تأمر بالقطيعة، قطيعة الرحم، وأن هذا لا يجوز للإنسان يقطع رحمه ولا أن يطيع أحدا في قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم معصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا الوالد ولا غيره، لكن مع التفاهم والإقناع للوالدة أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت أم عبد الله تقول: بارك الله فيكم، هل رفض الزواج عقوق للأم وللوالد؟ رفض الزواج فيه ضرر على الرافض للزواج، أنه أول شيء أنه قد عصى الله عز وجل في ترك الزواج من غير سبب ومن غير عذر، وعرض نفسه للخطر، وثانيا أنه خالف الوالد أو الوالدة وقد أمراه بمعروف، فهو فعل فعلا لا يليق، عليه أن يبادر إلى الزواج مهما أمكن إلا إذا كان له عذر، إنه يبدي للوالد أو الوالدة عذرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا رشيد من حائل له بعض الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: البسملة هل هي آية، وماذا على من تركها؟ البسملة آية من القرآن، لكنها ليست من سورة معينة إلا في سورة النمل، فإنها بعض آية، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي بعض آية في سورة النمل، أما ما عداها فهي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، ما عدا الأنفال وبراءة لا يفصل بينهما بالبسملة، وما عداها من السور فإنها يفصل بينها بالبسملة. نعم. سؤاله الآخر يسأل عن الصلاة في الحذاء، ما حكمه وخاصة الكنادر؟ لا بأس بها إذا كانت طاهرة ولا يترتب على الصلاة بها محذور، كأن يدخل بها المسجد المفروش أو المبلط يؤثر على الفرش أو على البلاط بأن يوسخه، إنه هذا محذور لا يصلي بين عليه، يخلعهم. أما إذا لم يترتب عليه ضرر وهما طاهران يصلي فيهما، الصلاة في النعلين سنة إذا أمكن من غير محذور. نعم. سؤاله الآخر يقول أيضا: بالنسبة لجلسة الاستراحة هل ورد لها فضل؟ جلسة الاستراحة تكون في الركعة الثانية أو تكون في الثالثة أو الرابعة،
فهذه مختلف فيها. الرسول كان يفعلها في آخر حياته، ولكن هل فعلها لأنه محتاج إليها لثقل جسمه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، أو فعلها تشريعا؟ العلماء مختلفون في هذا. فالجمهور على أنه لم يفعلها تشريعا، وإنما فعلها للحاجة، فمن يحتاج إليها فعلها. نعم. سؤاله الأخير يسأل بارك الله فيكم عن انصراف الإمام بعد الصلاة من اليسار، ما حكمه؟ لا بأس بذلك، حيث يتيسر له من اليمين أو من اليسار ينصرف حسب ما يتيسر له. نعم. أبو إبراهيم من الرياض يسأل يقول: بالنسبة لوسم البهائم وخاصة الإبل، ما حكمه في الشرع؟ حكمه في الشرع أنه جائز، لأجل أن تعرف، لأنها لصاحبها فلان إذا ضاعت، ولكن ينهى عن وسمها في الوجه، حرام أنه يسمها في الوجه، لما يسمها في غير الوجه. نعم. سؤاله الآخر يسأل أبو إبراهيم يقول: بالنسبة لعرض بعض المواقف الطريفة أو النكت عن بعض الأشخاص بأسمائهم، هل هذا من الغيبة؟ إذا كان لا يكره ذلك، إذا كان هذا الشخص الذي يعرض لا يكره ذلك، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله، يقول: ما هي الأشياء التي تنافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبقدره خيره وشره؟ وهل الخوف من الحسد أيضا ينافي الإيمان؟ الذي ينافي الإيمان نواقض الإسلام: الشرك بالله عز وجل، والسحر، والكهانة، ادعاء علم الغيب، وتصديق الكهان، أي ذلك نواقض الإسلام معروف، الشك في العقيدة أو غير ذلك، جحد شيء من وصول العقيدة وإنكاره، نواقض الإسلام معروف موجودة. وللشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة في نواقض الإسلام العشرة اختارها الشيخ، وإلا هي أكثر من ذلك، لكن هذه أهمها. على السائل أن يراجعها ليعرف أمور دينه، تجنب هذه النواقض. يسأل عن هل الخوف من الحسد ينافي الإيمان؟ لا، الحسد هذا شيء واقع، هذا شيء واقع ومخيف، استعيذ من الحسد. الله جل وعلا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. استعاذ بالله من الحسد، لأنه مرض خطير، مرض ضار، استعيذ بالله من الحسد والحاسد. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.